دكتور عماد، عايزين نتكلم بقى عن طريقة معالجة المياه في مصر. حضرتك شايف انه مصر الطريقة اللي بتستخدم بيها لمعالجة المياه هي طريقة صحية بالنسبة للإنسان؟ الحقيقة أنا عايز أفرق ما بين تحلية المياه ومعالجة المياه، وأن في الأصل إحنا أنشأنا شبكة صرف زراعي لأنه لا مفر من الصرف الزراعي. تمام، حتى لو طورنا طرق الري، النبات بياخد المياه ببخر نتح ويسيب الملح في التربة، فما لم أغسل الملح ده النبات هيموت، لن يكون عندي إنتاج زراعي. فحتى في المناطق الصحراوية ما لم يكن في بغسل الملح بأن التربة تسيب المية دي تنزل إلى الطبقات العميقة، أنا بحتاج صرف زراعي. شبكة الصرف الزراعي طولها مقارب لشبكة الري. القرى عمالة تتواجد جنبها مجرى مائي، غالبا مصرف وأحيانا ترعة، وهم وصلنا لهم مية شرب، فعملية مغرية جدا ان انا هصرف الايه الصرف الصحي ما يسمى صحي على المصارف. حتى ولو البيوت في القرى عملوا خزانات الترشيح تحتها، ممارسات اللي بيفرغوا الخزانات دي الليجالي او يعني بصورة غير رسمية، بيرموا اللي هي اللي متخزن في الخزان ده في اقرب مصرف. نقدر نسميه إهمال أو نوع من الاستسهال. ممارسة جدا هم مضطرين لها، لأن هو البديل إن هو يمشي كيلومترات أكتر عشان يرمي الكسح بتاع خزان الترشيح ده، وهو صرف صحي مركز، الحمقى بتاعت الصرف الصحي في محطة معالجة، ده ما بيحصلش. وبالتالي ده الموقف طبعا كالآتي، بيترتب عليه ضرر. بالظبط، بس يعني نقول ان على مدار سنين بقى ده الامر الواقع، ان شبكه الصرف الزراعي اللي كان لابد من وجودها بقت بتستقبل صرف صحي واحيانا صرف صناعي. يعني بعض القرى فيها حاجات لمعالجه الالبان، المواشي المخلفات بتاعتها بتصل للشبكه وبتصل للصرف الزراعي. ده خلى نوعيه الميه جوه المصارف الزراعيه فيها تلوث. احنا كنا بنقول علشان نعمل ميزان مائي زي ما الباشمهندس تفضل وقال، ان انا هاعيد استخدام المياه دي لان دي في الميزان المائي بتاعي، اكتشفنا انها التلوث فيها عالي جدا. وبالتالي دلوقتي في مشاريع عملاقة جدا في 3 محافظات على الاقل، بنلم الصرف الصحي من القرى بتاع 3 محافظات، الشرقية والدقهلية ومحافظة ثالثة، علشان نحمي المصارف من ان هي يصل لها صرف صحي، وبالتالي بجمع صرف صحي قابل ان انا اخلطه بمية من النيل بقت مية صالحة للزراعة وخلافه. الصرف الصحي بدون الصرف الزراعي اللي هو من غسيل الارض الزراعيه، وانا حطيت شبكه من المواسير بتسحب الميه اللي نزلت من منطقه جذور النباتات بنقلها بمواسير الى مصرف مكشوف، ده المصرف الزراعي. انا لما اعالج دي هقدر اعيد استخدامها في شمال الدلتا، هخلطها تاني على سبيل المثال في المشروع اللي احنا كنا بنتكلم فيه، اقدر استصلح الاراضي اللي كان مخطط لها استصلاحها في سيناء. فاصبح النهارده ان احنا استعجلنا جدا مشروع ان احنا نعالج 45 مليون مواطن مصري في الريف ما كانش بيتمش بخدمتهم بشبكه الصرف الصحي، التكلفه عاليه جدا. ده كويس يا دكتور، لكن برضو بنتكلم عن 3 محافظات بس، وده غير كافي بالمرة ده يعني، البداية. وبقية المحافظات ده البداية. والبداية دي كان بيحركها ان انا همسك مصرف مصرف، انقي الايه او امنع عناصر التلوث اللي على مصرف. يعني اصبح النهارده التطور اللي حصل ان ما بقيناش بنعالج القرى بضغوط سياسية. يعني كان احيانا في فتره سابقه دي عضو مجلس الشعب ذو اهميه بيقول اعملوا لي محطه معالجه هنا، واحد تاني في هنا، فعمالين نعالج ميه بنرميها في مصرف ملوث. صح.
فاحنا يعني الانفاق لم يكن في المره دي، احنا بننقي القرى اللي عشان انظف مصرف بالكامل بحيث في الاخر اقدر اخلطه امنا. الامر الثاني وهو الزميل يعني اتكلم عنه، الحقيقه نسبه استخدامنا لميه الشرب والصرف الصناعي بقت عاليه جدا. احنا وصلنا النهارده ان احنا تقريبا بنستعمل قرب ال 11 مليار. ده تبذير يا دكتور ولا عشان العدد؟ لا. اصلا احنا عددنا كبير. اللي حصل ان الدوله دبرت الميه بمعدلات عالميه. فاصبح النهارده واحنا الاستثمارات في محطات تنقيه الميه استثمارات كامله، الميه النوعيه بتاعتها عند محطة التنقية عالية جدا. فالنهاردة بنعالج قرب ال 28 مليون متر مكعب مية يوميا. النهاردة أنا لازم أفرق ما بين أن أنا بستخدم المية وبستهلك المية. أيوة صحيح. الزراعة هي المكان الحاجة الوحيدة التي تستهلك المية. يعني بدي للنبات متر مكعب مية يرجع لي بالكتير 10% صرف زراعي، ال 90 طرف اللي ده ما اقدرش استرجعه. انما المواطن بيستعمل 100 لتر، انا هصرف منه 80 لتر، عليا ان انا المهم منه. اذا عالجتهم اقدر استعملهم استعمال اخر.